وبيبدأ فيلمنا مع اتنين متجوزين وهم بيتكلموا في مقابلة تلفزيونية، واللي بنعرفه من كلامهم انهم مش عايزين يخلفوا اطفال علشان بيشتغلوا كتير. وبتنتهي بعدها بين الاحداث وبنشوف مجموعة من الناس الاغبياء وكان معاهم اطفال كتير، وبيستمر الحال على كده لعدة سنوات وبيفضلوا الناس الاغبياء يخلفوا كتير عكس الناس الاذكياء اللي رافضة انها تخلف بسبب اشغالها. وفي سنة 2005 بنشوف ضابط راح لحد من الجيش واللي بيكون اسمه هانز، وبيطلب الضابط من هانز يجي معاه علشان النقيب عايزه. وبنشوف بعدها النقيب وهو بيفرج القادات على صورة الجندي هانز وبيقول لهم ان الجندي ده مناسب جدا للمشروع اللي هم هيعملوه، وبيفرجهم كمان على صورة واحدة مسكونة وبيقول لهم ان المسكونة دي هتكون معاهم في التجربة مقابل خروجها من السجن. وبيرجع يقول لهم النقيب ان معدل الذكاء عند البشر بقى قليل جدا وبينخفض يوم بعد يوم، وهنا بنعرف ان هم عايزين يعملوا التجربة دي علشان يحافظوا على جينات الذكاء اللي في الانسان، وان التجربة دي لو نجحت هيقدروا يعيشوا اترين جوة تلاجة الالاف السنين وهيخلوهم بعد كده يخلفوا اطفال اذكياء. وبنشوف بعدها هانز وكان في المختبر وبيتعرف على ريتا اللي هتعمل معاه التجربة، وبيكون النقيب هو المسؤول الوحيد على التجربة دي علشان هي سرية، وبتكون ريتا خايفة تعمل التجربة بس بيطمنها هانز وبيقولها ان هما هيناموا سنة واحدة بس. وبيبتدي بعدها النقيب في عمل التجربة وبيقفل عليهم التلاجات وبيمشي، وبنشوفه راح لمكتبه وكان قاعد بس بيدخلوا عليه رجال الامن وبيقبضوا عليه علشان هم عرفوا الاعمال المشبوهة اللي هو متورط فيها. وبعد مرور عدة شهور اتنسى المشروع ده وتهدم المبنى اللي كان فيه المختبر وترمت التلاجات في الزبالة، وهنا بنعرف ان المشروع اتنسى علشان كان سري للغاية، وان الوحيد اللي كان مكلف في العمل عليه هو النقيب اللي اتقبض عليه. وبيمر الوقت وبتعدي السنين ومعدل ذكاء البشرية كان بيقل اكتر، وفي سنة 2505 بنشوف اكوام الزبالة بقت شبه الجبال، وبتكون في عربية زبالة فوق الجبل وبتنزل اخر علبة بلاستيك، بس الجبل ما بيستحملش وبيبتدي في الانهيار والمدينة كلها اتدمرت. وبنشوف التلاجة اللي كان فيها هانز دخلت لبيت حد من الناس واللي بيكون اسمه فريتو، وساعتها بيعرف هانز ان هو يخرج من التلاجة بس ما كانش عارف هو فين، وما بيسأل فريتو هو فين بيقوم زقه وبيرميه بره البيت، وبيكون بعدها ماشي وبيحاول يفهم ايه اللي جرى للبلد، لكنه بيلاقي ان الناس كلها متخلفة وبتعمل تصرفات غريبة. وما بيبص ناحية المستشفى بيلاقي يافطته ميلة ومحدش صلحها، وبنشوفه دخل المستشفى وكان عايز يشرب مية لكنه بيتفاجئ لما بيطلع له مشروب من الحنفية، وبيكون بعدها قاعد في مكتب الدكتور وبيشرح له بالحاجات الغريبة اللي بتحصل معاه، بس بيكون الدكتور متخلف هو كمان. وساعتها الدكتور بيلاحظ ان هانز ما عندوش وشم على ايده وبيسأله هو ليه ما عندوش وش، بس هانز ما بيردش عليه علشان كان باصص في مجلة وعرف منها ان هو في سنة 2505. وبيروح بعدها للشباك وبيلاقي الدنيا كلها متبهدلة وكانت الابراج متربطة بحبال، وبنشوف الدكتور وكان خايف من هانز وبيصرخ علشان هو ما عندوش الوشم اللي بيثبت ان هو مواطن طبيعي. وبيخرج بعدها هانز للشارع وما كانش فاهم هو ازاي نام 500 سنة. وبالليل بنشوفه وكان عايز يسرق مكان صرف لكنه بيتقبض عليه بسبب ان هويته مش معروفة وكمان ما عندوش وش. وبيكون بعدها في عربية البوليس وبيلاحظ ان التلاجة التانية اللي جواها ريتا كانت جنب الزبالة، وبيحاول يقنع رجال الامن ينزلوه من العربية ويروحوا ينقذ ريتا لكنهم ما بيسمعوش كلامه وبيرشوا عليه مخدر. وبنشوفهم بعدها اخدوه على المحكمة علشان يحكموا عليه، بس القاضي كان متخلف هو كمان وبيفضل يضحك الموجودين. وبيكون هانز ما عندوش محامي علشان يدافع عنه لكنه بيتفاجئ لما بيعرف ان المحكمة جابت له محامي من عندها، وبيظهر ان المحامي هو نفسه فريتو اللي شفناه من شوية، وعلشان فريتو غبي ما بيدافعش عن هانز وبيفضل يقول للقاضي ان هانز اقتحم بيته وكان عايز يسرقه. وبيحاول هانز يدافع عن نفسه وبيقول لهم ان هو كان حد من الجيش لكنهم بيفضلوا يضحكوا وبيتحكم عليه بالسجن. وفي الوقت ده بنشوف ريتا وكانت ماشية في الشارع وما كانتش فاهمة هي كمان ايه اللي بيحصل، وبتحاول انها تتصل بصديقتها بس ما بيكونش معاها فلوس، وما بتروح تستلف من حد فلوس بتستغرب جدا لما بتشوف العملة اتغيرت وبقت الورقة الواحدة بقيمة 10 مليون. وبنشوف بعدها هانز وكان بيعمل وشم على ايده علشان يبقى معاه هوية قبل ما يدخلوه السجن، وبنشوفهم اخدوه لقاعة اختبار الذكاء علشان يحددوا معدل ذكائه ويعرفوا هيشغلوه ايه في السجن. وبيكون السؤال اللي هيجاوب عليه هانز هو 1+1=كام، وبنشوف هانز وكان مستغرب علشان جابوله سؤال زي ده لكنه بيعرف ساعتها ان الناس كلها بقت اغبياء جدا، وبعد ما بيجاوب على السؤال بياخدوه للسجن وبيرموه هناك، بس هانز بيستخدم ذكائه وبيروح قايل للظابط ان النهارده
موعد خروجه من السجن، وعلشان الضابط غبي هو كمان بيقوم مصدقه وبيأمر العسكري يفتح له الباب علشان يخرج. واما بيخرج هانز من السجن بنشوفه راح لبيت فريتو علشان ما يعرفش حد غيره، وبيكون هانز عايز يضربه علشان ما دافعش عنه، لكنه بيمسك نفسه علشان هو عارف ان الناس كلهم اغبياء. وبيرجع هانز يشرح له وبيقول له ان هو نام 500 سنه جوه تلاجة علشان كانوا بيعملوا عليه تجربه، وبيطلب منه يوصله بحد ذكي علشان يعرف اذا كان في اله يقدر من خلالها يرجع بالزمن لعصره. وبيقول له فريتو ان هو عايز فلوس وهو هيوصله لاله الرجوع بالزمن، فبيوافق هانز على طلبه وبيقول له ان هو هيديه اللي هو عايزه المهم يرجع بالزمن لعصره. وبيسمعوا فجاه صوت الباب بيخبط، وساعتها بيعرفوا ان اللي بيخبط هو البوليس علشان عرفوا ان هانز هرب من السجن، وبيعرفوا ان هم يهربوا من الباب الخلفي وبيركبوا العربيه. وبيكونوا بعدها ماشيين وبيتقابل هانز بريتا اللي عملت معاها التجربه من 500 سنه، وبيلاقيها هي كمان مش فاهمه حاجه، فبياخدها معاه وبيقول لها ان هو هيشرح لها، وبيبتدي بعدها يحكي لها وبيقول لها ان هم ناموا 500 سنه في الثلاجات من يوم ما عملوا التجربه. وما بتساله ريتا هو هياخدها على فين، بيقول لها ان في اله زمن هيعرفوا يرجعوا بيها لعصرهم. وبيقول لها كمان ان هما الاثنين اذكى ناس في العالم علشان معدل ذكاء البشريه اقل في ال 500 سنه اللي فاتوا. وبنشوف بعدها جهاز الاستشعار عرف ان هو يحدد مكان هانز من الوشم اللي في ايده. وبنشوفهم بعدها نزلوا من العربيه علشان بطاريتها عطلت، وبيكونوا خلاص هيمشوا بس بيسمعوا صوت البوليس وصل وكان بيضرب نار على العربيه، وعلشان رجال الامن اغبياء بيفضلوا يضربوا على العربيه نار وهم عارفين انها فاضيه وما فيهاش حد. وبيكونوا بعدها في طريقهم لآلة الزمن، بس جهاز الاستشعار بيعرف ان هو يحدد مكان هانز مرة تانية، وبتظهر صوره كلها على الشاشات. وبنشوف فريتو كان خلاص هيمشي لوحده بس هانز بيحاول ان هو يوقفه وبيطلب منه يستنوا ريتا لما تخرج من الحمام علشان يمشوا مع بعض. وساعتها بيوصل البوليس وبيقبض على هانز من تاني، وبتكون ريتا شايفاه بيتقبض عليه لكنها ما بتعرفش تعمل له حاجة علشان هيتقبض عليها هي كمان. وبنشوف البوليس اخد هانز المرة دي على البيت الابيض، وهناك بتقابل مع الوزراء كلهم وبيعرف ان هم جابوه على هنا علشان عايزين يدوه منصب وزير الداخليه. وبنشوف الرئيس وصل عند هانز، واللي بنعرف ان الرئيس غبي هو كمان بس معاه منصب الرئاسه علشان فاز في بطوله المصارعه 5 مرات. وبيكون الرئيس مبسوط بهانز جدا علشان هو عارف يحل السؤال اللي ساله لما دخل السجن. وبنشوف بعدها الرئيس راح عمل مؤتمر وطني علشان هانز، وكان بيقول للناس ان هو هيسامح هانز وهيديه منصب وزير الداخليه علشان يشوف لهم حل في المحاصيل الزراعيه اللي بقالها سنين مش بتنمو. وبيكون هانز مش عايز يبقى وزير الداخليه لكنه مضطر علشان ما عندوش حل تاني. وبنشوف بعدها هانز استدعى فريتو للبيت الابيض علشان عايز يتكلم معاه. واما بيوصل فريتو للبيت الابيض بيطلب هانز منه يرسم له خريطه توصله بآله الزمن اللي هيهرب بيها. وبيروح بعدها هانز هو والوزراء لمكان الارض علشان يعرف ليه المحاصيل مش بتنمو. وبنشوفه فريتو جاء عند هانز وبيديه رسمه الخريطه اللي هتوصله بآله الزمن، وساعتها بتوصل ريتا هي كمان للارض. وهنا بنعرف ان هانز هو اللي طلب منهم يجيبوا له ريتا علشان قال انها هتساعده في الشغل. وبنشوف هانز اخد ريتا لحته بعيده علشان يهربوا هما الاثنين بآله الزمن. وما بيبصوا في الخريطه اللي رسمها فريتو ما بيلاقوش اي حاجه تدلهم بالاله، فبيرجعوا من تاني. وبيشوف هانز نطفه مشروب جت على ايده، وساعتها بيعرف ان هما بيستخدموا المشروبات للزراعه. وهنا بنعرف ان الشركات اللي بتنتج المشروب هي اللي اوهمت الناس ان الميه ما تنفعش غير للحمامات وبس، وبنعرف ان هما ضللوا مفهوم الناس عن الميه وخلوهم يستخدموا المشروبات في كل حاجه في حياتهم. وبنعرف ان حتى الاطفال الرضع بيدوهم مشروبات من صغرهم. وبنشوف بعدها هانز وهو بيحاول يقنع الوزراء ان المشروبات ما تنفعش للزراعه، بس ما كانش في حد بيصدقه وبيقولوا ان هو مجنون. وبيقولوا له كمان ان هم بيستخدموا المشروبات في كل حاجه في حياتهم وما فيش اي حاجه بتحصل. وتاني يوم بنشوف هانز وكان في الارض الزراعيه وبيعرف ان هو يضحك على الوزراء ويقنعهم يستخدموا الميه. وبنعرف ان هو ضحك عليهم بان هو قال لهم ان الارض بتتكلم معاه وقالت له انها محتاجه ميه. وبيبتدوا بعدها برش الارض بالميه ومستنيينها تطلع لهم الزرع. وبعد مرور عدة اسابيع بنشوف هانز وكان عايش هو وريتا في البيت الابيض وبيتكلموا عن حياتهم اللي عاشوها زمان. وتاني يوم بيشوف هانز الناس كلها جت للبيت الابيض وكانت عايزه تخلص عليه علشان الارض ما طلعتش زرع. وبيلاقي كمان في الاخبار كانوا بيتكلموا عنه وبيطالبوا بالقبض عليه علشان خسر شركات المشروبات ومفيش اي حاجه عملها فادت الناس. وبنشوف بعدها هانز وكان في السجن وربطينه
على صخرة كبيرة علشان ما يهربش زي المرة اللي فاتت، وبيكون هانز قاعد بيتكلم مع ريتا وبيقول لها انها ترجع للماضي وتكلم الناس تروح للمدارس علشان في المستقبل ما يحصل لهمش زي ما حصل دلوقتي. وبنشوفهم بعدها اخدوا هانز لساحة قتال وبيخلوه يتقاتل مع آلات علشان يهدوا غضب الناس اللي عايزة تموته. وهنا بنعرف ان لو هانز عرف يتغلب على الآلات دول هياخد حريته ومش هيحكموه. وبيروحوا حاطين الصخرة فوق العربية اللي هو سايقها علشان تبقى نسبة نجاته 1% بس، وبيدخلوا له كمان عربية قتال كبيرة بس العربية بتكسر المدخل وبتدفن تحت الأنقاض. وفي الوقت ده بنشوف ريتا عرفت ان المحاصيل ابتدت تنمو وبتروح بسرعة هي وفريتو علشان تلحق هانز قبل ما يموتوه. وبيكونوا بعدها ماشيين وبيلاقوا المحاصيل كلها ابتدت تنمو، وما بتوصل ريتا للملعب بتقول للرئيس وقف كل ده علشان المحاصيل ابتدت تنمو، بس بيكون الرئيس مش مصدقها وبيقول لها ان هو ما شافش اي محصول. وبنشوف هانز كان قاعد بيتقاتل هو والآلات وبيعرف ان هو يغلبهم بكل ذكاء، لكنه بيشوف مقاتل محترف طلع له من تحت الانقاض وهو اللي كان سايق الآلة الكبيرة اللي اتدمرت. وفي الوقت ده بتشوف ريتا حد مصوره وبتروح تديه فلوس وبتقول ان هو يروح مع فريتو يصوروا المحاصيل علشان يفرجوا الرئيس. وبنشوفها راحت هي لمكان الكاميرات وبتعرف انها تضحك على الراجل اللي هناك وبتخليه يمشي. وبيكون هانز في الوقت ده بيجري من المقاتل اللي كان عايز يموته وبيعرف ان هو يستخبى منه. اما فريتو بيكون وصل هو والمصور لمكان الزرع، بس المصور بينسى هو بيعمل ايه هنا فبيتخانق مع فريتو. وفي وسط الخناق الكاميرا بتيجي على الزرع وبتطارد لايف في شاشة الملعب، والناس كلها بتشوف المحاصيل بدأت تنمو وبيفرحوا جدا. وبيكون المقاتل خلاص هيموت هانز، بس بيظهر الرئيس وبينقذه في اخر لحظة. وبيرجع الرئيس يحيي هانز وبيعترف له ان هو ظلم. وبنشوفهم بعدها وكانوا بيحتفلوا والناس كلها مبسوطة بهانز علشان حل لهم مشكلة الاكل اللي ما كانوش عارفين يحلوها. وتاني يوم بنشوف فريتو وصل هانز وريتا لمكان آلة الزمن، بس بتظهر انها لعبة. وفي الاخر بنشوف هانز كان في خطاب مع الناس وبنعرف ان هو بقى رئيس الولايات المتحدة الامريكية. وبعد مرور عدة سنوات بنعرف ان هانز وريتا اتجوزوا وخلفوا اذكى 3 اطفال في العالم، وبيخلص الفيلم.